السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل المنح والفرص، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة، بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، إضافة كنا وفرنا فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وكانت عملية التقديم والقبول فيها من خلال قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. إضافة كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجود على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. وحابب انوه كمان نجمع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده. هي منحه دراسيه مموله بالكامل في تركيا، يبقى الدوله اللي مقدمه المنحه دي هي دوله تركيا. الجهه المانحه هي سايبرس ويست يونيفرسيتي، تمام، جامعة قبرص الغربية. دي هي اللي مقدمة المنحة، وطبعا جامعة من أفضل الجامعات. المرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي متاحة لدرجة البكالوريوس، الناس اللي عايزة تدرس المرحلة الجامعية أو الليسانس أو البكالوريوس متاح ليهم التقديم، الناس اللي في آخر سنة من الثانوية العامة متاح ليهم التقديم، الناس اللي أنهت الثانوية العامة متاح ليهم التقديم في هذه الفرصة بدون وجود أي مشكلة. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، كل دول العالم متاحة للتقديم، سواء انت من دولة عربية، افريقية، اسيوية، تقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهولة، مفيش اي مشكلة خالص. بالنسبة للتمويل في هذه الفرصة صراحة تمويل ممتاز جدا، يعني المنحة هنا بتوفر حاجات كتيرة برغم انها منحة جامعية ولكن بتوفر اشياء كتيرة. اول حاجة المنحة بتوفر لك رسوم الدراسة، تمام، وزي ما هنشرح بعد شوية المنحة دي بتوفر رسوم الدراسة في مثلا 75% من رسوم الدراسة، في بتاخد منحة 100% من رسوم الدراسة، يعني انت مش تدفع اي حاجة خالص من رسوم الدراسة. كمان المنحة بتوفر حاجة اسمها تغطية تكاليف المعيشة، بيبقى في تمويل اخر، التمويل ده بيغطي لك تكاليف المعيشة وبيعطيك راتب شهري، بيعطيك سكن داخل الحرم الجامعي، تمام، فده برضو مشمول من ضمن المنحة وممكن انك تقدم عليه مفيش اي مشكلة. اضافة ان المنحة ممكن تقدم لك مساعدة في تذاكر الطيران طبعا اذا تم الاحتياج لذلك. بالنسبة للتخصصات المتاحة للتقديم في الفرصة دي، عندنا تخصص ادارة اعمال موجود، ادارة الطيران المدني، السياحة وادارة الفنادق، علم النفس، الارشاد النفسي، هندسة الحاسوب، الخدمات اللوجستية، تمام، دي التخصصات المتاحة للدراسة في هذه الجامعة في المنحة، تمام؟ طيب عندنا هنا ملاحظة، هذه المنحة متاحة لجميع الأعمار، المنحة دي متاحة لجميع الأعمار، ما فيش حد أقصى العمر، يعني لو أنت مخلص ثانوية عامة لسه أو في آخر سنة، لو أنت اتخرجت خلاص دلوقتي وبتشتغل وسنك مثلا كبير، ما فيش أي مشكلة تقدر تقدم في الفرصة دي، ما فيش مشكلة للسن. كمان المميز بقى في المنحة دي إنها بتوفر سنة لغة تحضيرية لتعلم اللغة الإنجليزية في حالة الحاجة إلى ذلك. المنحة دي قالت لو انت معاك شهادة لغة انجليزية، تمام، بتثبت مستواك في اللغة الانجليزية ومستوى جيد، انت بتقدر على طول تبدأ دراسة في حالة اذا تم الاحتياج يعني لكفاءة اللغة الانجليزية او انك تتعلم المزيد، فبالتالي بيتم اعطائك سنة لغة انجليزية تحضيرية بحيث ان بعد كده انت تكون مؤهل للدراسة في الجامعة، تمام، يبقى ده بتوفره الجامعة برضو. كمان هذه المنحة متاحة للطلاب الذين في آخر سنة من الثانوية العامة، الناس اللي في آخر سنة من الثانوية العامة تقدر تقدم زي ما وضحنا، أو الأشخاص اللي أنهوا الثانوية العامة أو بيطلق عليها في دول المغرب العربي البكالوريا، تمام. الأوراق المطلوبة للتقديم في الفرصة دي عندنا أوراق بسيطة جدا، صورة جواز السفر، تمام، أول حاجة مطلوبة منك، كشف الدرجات لآخر مؤهل دراسي أو لآخر سنة دراسية، كشف بكل المواد اللي أنت درستها، صورة شخصية ليك، وشهادة اللغة الإنجليزية إن وجدت، يعني شهادة اللغة الإنجليزية مش مطلوبة بشكل إلزامي ولكن لو موجودة معاك يعني ممكن تضيفها عادي في الأبليكيشن. آخر موعد للتقديم في هذه الفرصة أو للمنحة دي هو 31 أغسطس 2020، يعني نقول فاضل حوالي 24 يوم وينتهي التقديم على هذه الفرصة، 24 أو 25 يوم وينتهي التقديم.
هنا عندنا ملاحظة طبعا، اللي احنا كقناة منح من كل الألوان بنوفر خدمات إضافية بجانب نشر فيديوهات المنح. الخدمة الأولى اللي احنا بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة أو منحة. يعني لو أنت عايز إن احنا نساعدك في التقديم للفرصة دي، هتلاقي رابط الاستمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وكمان في خدمة تانية اللي هي خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي وخدمة التقديم لأفضل وأرخص الجامعات على حسابك الشخصي حول العالم. وكل خدمة منهم ليها رابط استمارة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تمام؟ طيب هنا عندنا انا حاطط لكم الاعلان الرسمي للمنحه، وهنا ده ابلكيشن التقديم. تعالى كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي للمنحه، هتلاقي فيه كل التفاصيل اللي انا قلتها موجوده في الاعلان الرسمي. كل الاشياء اللي انا قلتها تلاقيها موجوده هنا. ده موقع الجامعه الرسمي. تمام، هتلاقي هنا كاتب لك على سكولارشيب، دي الاشياء الخاصه بالمنحه. وهنا حاطين كذا حاجه، بيقول لك اللي هو المنحه الخاصه بالطلاب الدوليين، يعني في منحه خاصه للطلاب الدوليين وفي منحه خاصه للطلاب اللي هم موجودين داخل تركيا. في كذا نوع من المنحه، فبالتالي المنحه الموجهه للطلاب الدوليين هنا موجود 70% من الرسوم الدراسيه، 80% ممكن تاخد 100% من الرسوم الدراسيه. تمام، إضافة مع شمل الرسوم الدراسية بيكون في حاجة اسمها اللي هي التمويل، تمويل مساعد للطالب، اللي هو بقى بيغطي لك تكاليف المعيشة اللي احنا كنا قلنا عليها. هي الجزئية دي الفاينانشال ايد بروجرام، هو ده اللي بيغطي لك تكاليف المعيشة. وبيقول لك عشان انت تقدم على تغطية تكاليف المعيشة لازم الأول تقدم في المنحة، وبعد كده لو تم قبولك تقدر انك تقدم على التمويل الاخر اللي هو تمويل تغطية تكاليف المعيشة والراتب والسكن الجامعي. تمام، وهنا حاطين استمارة اللي هي تملاها بعد لما يتم قبولك عشان تاخد التمويل. طيب خلينا دلوقتي نتكلم في جزئية الاول التقديم للجامعة، ولما يجيلك القبول ساعتها تقدر تقدم على التمويل. ده بالنسبة للتفاصيل. وهنا كمان النقطة اللي انا كنت ذكرتها بالنسبة للسنة التحضيرية، بيقولك ان المنحة دي مدتها 4 سنوات بلس انها بتشمل سنة لتعلم اللغة الانجليزية لو مطلوب ذلك، لو انت بتحتاج ذلك هيتم توفير ده ليك. وهنا اخر موعد 31 اغسطس 2020. طيب كده اتعرفنا على الموقع الرسمي. تعال نشوف دلوقتي بقى لينك التقديم للمنحة. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان، هنا هيفتح معاك لينك التقديم للمنحة او الجامعة. لينك التقديم هيفتح معاك بالشكل ده، بتلاقي هنا مجموعة شروط. بيقول لك لو انت معاك شهادة اللغة الإنجليزية هنا النسب المطلوبة، لو انت مش معاك خلاص بتتجاهل الجزئية دي وبيتم إعطائك سنة لغة تحضيرية. طيب هنا بعد كده ده نبذة تعريفية عن الأبلكيشن. بعد كده بتخش على الصفحة اللي بعدها اللي هي جزئية البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الشخصية. بتحط بقى اسمك واسم العائلة وتاريخ ميلادك ورقم جواز السفر بتاعك واسم والدك والدتك. وبعد كده بتضغط على الجزئية اللي بعدها، تحط بقى معلومات التواصل معاك، رقم تليفونك، عنوانك الحالي، الدولة اللي انت مقيم فيها، كل الأشياء اللي بتحطها هنا. بعد كده بتخش على الحاجة التالتة، وهنا بتختار البرنامج اللي انت عايز تقدم ليه. تمام، ليك حد أقصى 3 اختيارات. انت مثلا عايز مثلا التوريزم اند هوتل مانجمنت، عايز فيسيولوجي مثلا، لوجيستكس. فبتختار 3 تخصصات من دول وترتبهم من الاقل اهميه، من الاكثر اهميه للاقل اهميه بالنسبه لك. تمام، ده بالنسبه لاختيار التخصص. بعد كده بتخش على الخطوه اللي بعدها، وهنا بتحط معلوماتك، معلومات الخلفيه التعليميه بتاعتك السابقه، المدرسه اللي انت درست فيها في الثانويه العامه، اسم المدرسه، تاريخ التخرج، او لو انت مثلا في اخر سنه التاريخ المتوقع ان انت تتخرج فيه، تخصصك كان ايه بالظبط. وهنا خلي بالكم ركزوا في دي يا جماعه، اللي هو بيقول لك انت ازاي عايز تمول دراستك في الجامعه دي. فهتيجي هنا هتلاقي كذا حاجه، تمويل بنفسك او سكولارشيب، تروح ضاغط على كلمه سكولارشيب دي. لو انت ما حطيتهاش في الابلكيشن، الابلكيشن بتاعك بيعتبر مش كمنحه، بيعتبر كتقديم عادي جدا على حسابك. فبالتالي انت لازم تيجي في الجزئيه دي وتختار سكولارشيب. وهنا بيقول لك اختار سمعت عن الجامعه ازاي، وبعد كده بيدخلك للخطوه اللي بعدها اللي هي وضع الوثائق. وهنا بيقول لك تحط صوره جواز السفر، تحط كشف الدرجات بتاعك، وهنا شهاده اللغه الانجليزيه خلي بالكم مش مطلوبه بشكل الزامي. هتلاقي الحاجات المطلوبه بشكل الزامي محطوط عليها علامه النجمه دي. علامه النجمه دي يعني لازم ان انت ترفقها الزامي. لكن الشيء الثاني اللي هو الخاص بشهاده اللغه او الصوره الشخصيه مش مطلوب بشكل الزامي، ممكن تحطه وممكن لا، عادي جدا. وبعد كده بتضغط على كلمه سبميت يور ابلكيشن، ويبقى انت كده قدمت للجامعه بنجاح وتنتظر ان شاء الله الجواب منه.
تمام كده كل شيء واضح. جامعة ممتازة فيها تمويل ممتاز جدا، تخصصات برضو كويسة، فلو حابين تقدموا لها يا ريت، لان اخر موعد ليها هو 31 اغسطس 2020، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.